صباح الخير، النهاردة محاضرتنا عن الـ urinary stones. احنا طبعا الموضوع ده هيعدي علينا كتير في البطنة وفي الجراحة، بس احنا محتاجين نتكلم فيه من وجهة نظر البايوكيمستري. المحاضرة دي لازم نعرف الـ normal urine pH بتاعنا، الـ urinary stones دي بتتكون من ايه، وهنتكلم شوية عن الأسباب اللي خليها تتكون وازاي نقدر نمنعها. اول حاجة لازم نعرفها ان اليورين بي اتش بتاعتنا هي اسيدك، و انا اي ثينك انتوا في سنة تانية فاهمين يعني ايه اسيدك. هو حمضي لان البي اتش بتاعته بتبقى 6، في بعض الكتب بتقول 5.8، فعشان كده ساعات كمان بنقول عليه سلايتلي اسيدك، فهو حمضي في طبيعته اليورين بتاعنا. طيب ليه هو حمضي او ليه الاسيديتي دي جايه منين؟ اسباب كتيرة، لكن من اهم الاسباب انه اثناء مرور اليورين في الديستال تيوبيولز، في اليورينري باثواي سبيشيالي في الديستال تيوبيولز، بيحصل كونفرجن من البيزك فوسفيت انتو الاسيد فوسفيت. ايه الاسيد فوسفيت والبيزك فوسفيت؟ دي سولتس موجودة، املاح دايبة في اليورين بتاعتنا. طيب الفرق بين البيزك والاسيد ايه؟ لو تركزوا في الكيميكال ستراكشر بتاعنا، البيزك عباره عن Na2HPO4، الاسيد فوسفيت NaH2PO4، فاحنا في الاسيد فوسفيت كونسنتريشن بتاع الهيدروجين اعلى، الجزيئات او المولكيولز بتاعت الهيدروجين اعلى والمولكيولز بتاعت الصوديوم اقل، وبالتالي الاسيد عشان كده سميناه ان ده اسيد فوسفيت لانه فيه مور هيدروجين، والمفروض ان احنا عارفين انه الهيدروجين هو ده اللي بيدي اسيديتي لاي فلويد. اذا هو اليورين زي ما اتفقنا اسيدك، وليه اسيدك؟ لانه اثناء مرور اليورين البيزك فوسفيت بتتحول انتو الاسيد فوسفيت، وبالتالي اليورين اللي نازل من اليوريثرا واليورينري بلادر هو اسيدك. طيب ايه الكيدني ستونز؟ طبعا في ناس بتسميها كيدني ستون، رينال ستونز، رينال كالكولاي. دي عباره عن هارد ماسس، اجسام كده بتبقى هارد وناشفه وسمول، بتتعمل في الانر سيرفيس بتاعه الكيدني. عارفين يمكن من اللي حوالينا انه الستون ممكن تبقى في الكيدني، تبقى في البلفس، تبقى في اليوريتر، لكن نتكلم ان الستونز مين اللي بتبقى في الرينال، او اللي بخاف منها هي الرينال ستونز. النقطة المهمة اللي تعرفوها انه الستونز دي بتتكون من مينرالز وسبستنس هي طبيعية موجودة في اليورين، يعني هي مش مادة غريبة دخلت اليورين، لا هي مادة اوريدي دايبة في اليورين، مادة موجودة في اليورين. طيب ليش معنى المرة دي اللي كونت ستونز طالما هو يعني طبيعي الكالسيوم موجود في اليورين؟ طب ليه انا المرة دي عمل لي ستونز؟ لانه بيبقى الكونسنتريشن عالي جدا، فابتدى يحصل سوبر ساتوريشن، ابتدى اليورين يتشبع بالكالسيوم مثلا بنسبة عالية جدا، فابتدت الكالسيوم ما تدوبش ويحصلها بريسبتيشن وكريستاليزيشن. كريستاليزيشن يعني بتتحول انتو كريستلز، انتو ماسس صغيرة هارد ماسس، هي دي اللي بتعمل لي الستونز. يبقى نقطة مهمة لازم نعرفها ان الستونز هي مش حاجة غريبة بتيجي من برة، لا هي مواد اوريدي كانت موجودة في اليورين بس حصل سوبر ساتوريشن، اتشبعت زيادة لانه الكونسنتريشن بتاعها عالي جدا، فابتدى يحصل لها السوبر ساتوريشن والبريسبتيشن و تعمل الستونز دي. خلي بالنا فكرة انه حصلها بريسبتيشن يعني ابتدت ذوبانها يتغير، بدل ما تبقى هي هايلي سوليبل، لا ابتدى اللي يخليها تحصل لها بريسبتيشن ان السوليبلتي بتاعتها تقل. الستونز زي ما قلت لكم ممكن تبقى موجودة في اي حتة في اليورين تراكت، يعني ممكن تبقى موجودة في الكيدني، في البلفز، في اليوريتر، في البلادر، في اليوريثرا، كل دي معرضة انها تبقى بتكون ستونز. طبعا الاشهر هي الكيدني واليوريتر، اكتر اماكن ممكن يتكون فيهم الستونز. طيب دي التايبس بتاعه الكيدني ستون، ودي اللي هي اشهر انواع الكيدني ستونز، وممكن نلاقي انواع منهم متفصصه كمان لحاجات زي الكالسيوم، دي هوريكم ازاي. 75% من الستونز اللي بنشوفها في حياتنا هي عباره عن كالسيوم ستونز، الكالسيوم حصل له بريسبتيشن والكريستاليزيشن اللي اتفقنا عليه،
ابتدى يعمل هارد ماسس فعمل ستونز. دي اغلب الكالسيوم ستونز اللي موجوده في حياتنا. في نسبه تانية بنسميها ستروفيت ستونز، وهنتكلم عنها بتتكون من ايه. وعندنا بقى نسب ضعيفه جدا لليوريك اسيد ستونز، الناس اللي عندهم الجوت والنقرس يجي لهم اليوريك اسيد ستونز، ونسبه ضئيله تاني اسمها السيستين ستونز. احنا هنشوف اسباب الحاجات دي، لكن دي اشهر انواع الكيدني ستونز اللي موجوده في اللي ممكن تقابلنا. لكن خلينا فاكرين انه 75% من الستونز اللي ممكن نشوفها بتبقى عباره عن كالسيوم ستونز. طيب ايه الكالسيوم ستونز دي؟ زي ما قلنا هي بتمثل 75% وليها سب تايبس، يعني اكوردنج للسولتس اللي بتتعمل من الكالسيوم هي دي بتحدد نوع الستونز. يعني ممكن تكون كالسيوم اوكزاليت، ممكن تكون كالسيوم فوسفيت، ممكن تكون كالسيوم كاربونيت، اكوردنج بقى لكل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الكيدني وفي البلد فتكون المواد دي. اشهرهم الكالسيوم اوكزاليت، يعني احنا بنقول انه اكتر نوع منتشر هو الكالسيوم، واكتر نوع منتشر في الكالسيوم هو الكالسيوم اوكزاليت. اغلب الناس اللي عندها الستونز غالبا بيبقى نوع الستونز بتاعتنا هي الكالسيوم اوكزاليت. طيب ايه اللي يخلي الجسم يعمل الكالسيوم ستونز دي؟ اول حاجة واضح من الاسم انه انا عندي اكسسيف من الكالسيوم، فاللي بنسميه الهايبر كالسيوريا. انا متهيألي دي حاجة عارفينها، هايبر يعني حاجة عالية، كالسيوم او الكالسي دي ريليتد للكالسيوم، يوريا دي اي حاجة ريليتد لليورين. فانا لما بقول هايبر كالسيوريا يعني بقول انه الكالسيوم عالي جدا في اليورين، اعلى من 300 ميلي جرام بير دي. برضو معلومة تبقوا عارفينها انه اي سبستنس بنقيسها في اليورين غالبا بتتقيسها بال بير ليتر او بير داي، يعني قد ايه من الكمية دي بتنزل، غير البلد. البلد غالبا تبقى بيرسنتج او ديسي ليتر او الحاجات دي، لكن الكالسيوم بيتعدى اكتر من 300 ميلي جرام بير داي في اليورين. و90% ايه اللي يخليه يعلى في اليورين؟ ان هو عالي في البلد، فانا الشخص ده بيبقى عنده هايبر كالسيميا. تمام، يعني الناس مين الناس اللي هيجي لها الكالسيوم ستونز؟ هي الناس اللي عندها الكالسيوم في البلد عالي، وبالتالي نازل بكميات كبيرة في اليورين، فحصل له سوبر ساتوريشن وابتدى يحصل له البرسبتيشن ويكون الكالسيوم ستونز. طيب مين الناس دول؟ الناس دول الهايبر باراثايروديزم، وده اشهر نوع لانه الباراثايرويد جلاند بالباراثايرويد هرمون هي اكتر مادة واكتر هرمون يعلي نسبة الكالسيوم في البلد. لو هنفتكر كان بيزود الابزوربشن بتاعت الكالسيوم، كان يعمل ري ابزوربشن الكالسيوم للكيدني، كان يعمل ريزوربشن للكالسيوم من البون، يعني طول الوقت هو عايز يعلي الفري كالسيوم في البلد، وبالتالي لما بيعلى في البلد يبتدي يعلى في اليورين ويعمل الكالسيوم ستونز. فالهايبر باراثايروديزم اللي هو الانكريز في الهرمون وفي الباراثايرويد جلاند ده من اهم الاسباب. الحاجة التانية الريليز اوف الكالسيوم من البون، الكالسيوم طول عمره مترصف في البونز، يبتدي يسيب البون ويروح ناحية السيركيوليشن. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ اشهرهم البون تيومرز. الناس اللي عندها بون تيومرز بيبقى عندها هشاشة عظام، بيبقى عندها البون فيري فراجايل، نتيجة انه الكالسيوم بيحصل له احنا اللي بنسميها ريسوربشن، يعني الكالسيوم يسيب البون ويبتدي يروح ناحية السيركيوليشن. فيتامين دي توكسيستي، لانه الفيتامين دي بيشتغل زي الباراثايرويد هرمون، برضو طول الوقت عايز يعلي نسبة الكالسيوم في البلد. او بقى اوفر دوز من الكالسيوم ثيرابي، واحد لسبب او اخر بياخد تابلت كالسيوم كتيرة جدا، بياخد كالسيوم لفترات طويلة جدا، فيبتدي ده يعمل له الهايبر كالسيميا والكالسيوم ستونز. يبقى اول حاجة انه بيعلي نسبة الكالسيوم او نسبة الكالسيوم في اليورين تعلى نتيجة زي ما قلنا الهايبر باراثايروديزم، الريليز اوف كالسيوم من البون، الفيتامين دي توكسيستي انه انا باخد كمية كبيرة. طيب لكن عندي سبب تاني مهم اسمه هايبر اوكزاليوريا.
وإيه علاقة الموضوع؟ لأن لو تفتكروا في السلايد اللي فات إحنا قلنا إنه أشهر نوع ممكن يحصل كده هو الكالسيوم أوكسالات، وبالتالي أنت عندك كل الأسباب اللي تعلي الكالسيوم أو كل الأسباب اللي تعلي الأوكسالات هي بريسبتيتنج لفكرة إنه يحصل كالسيوم ستونز. فانا عندي حاجات بتعلي الكالسيوم وعندي حاجات تعلي الاوكساليت، فلما تعلي الاوكساليت يبقى برضو فكرة تكوين الكالسيوم اوكساليت كتير قوي، وبالتالي ممكن يعمل لي الستونز. طيب ايه الاوكساليت دي؟ المفروض تكون عدت علينا في البروتين ميتابوليزم لو هنفتكر، لكن anyway هي نوع من الاملاح برضو اللي بتبقى موجودة. عندي حاجتين مهمين قوي يعلوا الاوكساليت في اليورين او في السيركيليشن، البرايمري هايبر اوكساليوريا ودي هنشرحها بالتفصيل. الحاجه الثانيه سكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني الاوكساليت زادت نتيجه انه انا باخد دايت واكل ريتش ان اوكساليت زي الشوكليت، الكوفي، التي، الصودا، السبانخ، الحاجات دي كلها. فالحاجات دي كلها عشان كده الناس اللي بقى عندها ستونز يقولوا لها ما خفي من القهوة والشاي، قللي من الصودا، ما تاكليش مش عارفة حاجات معينة اللي هي فيها الأوكسالات، لأن كل ما انت بتعلي نسبة الأوكسالات بتعلي فرصة تكوين الكالسيوم أوكسالات، وبتعلي تكوين فرصة أو فرصة تكوين الكالسيوم ستون. تمام، يبقى احنا هنقسمها حاجات بتعلي الكالسيوم وحاجات بتعلي الاوكساليت. وقلنا في الاوكساليت يا اما انا باخد دايت عالي في الاوكساليت، يا اما عندي حاجه اسمها برايمري هايبر اوكساليوريا هنشرحها دلوقتي. ايه البرايمري هايبر اوكساليوريا؟ البرايمري هايبر اوكساليوريا ده عباره عن انه انا عندي امينو اسيد اسمه جلايسين. الجلايسين ده في الميتابوليزم بتاعه عن طريق الجلايسين اوكسيديز بيتحول انتو جلايكوسيليت. انا عارفه ان احنا مش مطالبين بالستراكشر بس عشان تبقى فاهم اللي بيحصل ازاي. ادي الجلايسين بيتحول انتو الجلايكوسيليت بانزيم اسمه جلايسين اوكسيديز. طيب الجلايكوسيليت ده بيروح في تو باثويز، يا اما بالجلايسين امينو ترانسفيريز يرجع تاني انتو جلايسين، يا اما يحصل له اوكسيديشن ويتحول انتو الاوكساليت. تمام، يبقى تاني الجلايسين حصل لي ميتابوليزم بانزيم اسمه جلايسين اوكسيديز، ولازم نحفظ الانزيمز دي كويسه، فبتتحول انتو الجلايكوسيليت. الجلايكوسيليت دي تعمل ايه بقى؟ حاجه من الاثنين، يا ترجع تاني انتو جلايسين بانزيم اسمه جلايسين امينو ترانسفيريز، نوع من الترانسامينيشن لو نفتكر، و او انها تتحول للاوكسالات، يحصل لها اوكسيديشن وتتحول للاوكسالات. طيب ايه البرايمري هايبر اوكسيليوريا؟ البرايمري هايبر اوكسيليوريا ان الجلايسين امينو ترانسفيريز ما بقاش موجود، او مش ما بقاش موجود، هو دي حاجه برايمري يعني غالبا بيتولد مش موجود، الشخص عباره عن جيناتيك ديفكت ان ما عندوش الجلايسين امينو ترانسفيريز. طيب لما ما بقاش عندي الانزيم ده يحصل ايه؟ كل الجلايكوسيليت تتحول انتو الاوكساليت، لان انا كانت عندي سكتين ماشي فيها، دلوقتي بقى عندي سكه واحده، فكل الجلايكوسيليت يتحول انتو الاوكساليت، وبالتالي تعلى نسبه الاوكساليت جدا وتعمل لي السولتس اللي اسمه كالسيوم اوكساليت وتبريسبتيت انتو الكيدني ستونز. فهي دي فكره البرايمري هايبر اوكساليوري، انه عندي انزيم ديفيشنتي اللي هو الجلايسين امينو ترانسفيريز، ولانه هو ده ديفيشنت مخلي كل الجلايكوسيليت تتحول انتو الاوكساليت، وبالتالي بيعمل لي هايبر اوكساليوريا ومكون لي الستونز. خلي بالنا الحته دي بنتسال فيها كتير وبيجي فيها اسئله كتير، فخلي بالكم منها، لازم نحفظ اسم الانزيمز كلهم سواء جلايسين اوكسيديز او جلايسين امينو ترانسفيريز، ولازم نبقى فاهمين الميكانيزم بتاع البرايمري هايبر اوكسيليوري. تاني نوع يبقى ده الكالسيوم، وقلنا انه اشهر نوع هو الكالسيوم ستونز. طيب تاني نوع اليوريك اسيد ستونز. اليوريك اسيد برضو لو نفتكره ده عدى علينا في المفروض في سنة اولى، هو الاند برودكت بتاعت البيورين
نيوكليوتايد كاتابوليزم. برضو افكركم ايه البيورين. البيورين دي اللي هي الحاجات بتاعه النيوكليك اسيد اللي هي الادينين والجوانين. لما بيحصل له اللي هي داخله في تركيب الدي ان ايه، لما بيحصل لهم كاتابوليزم يعني ابتدي اكسر البيورين كلهم يتحولوا لحاجه اسمها اليوريك اسيد، واليوريك اسيد دي نورمالي اكسكريتد في اليورين. فاحنا اي واحد فينا هيعمل تحليل يورين هيلاقي اليوريك اسيد، وده يفكرنا بالمعلومه اللي قلناها في الاول انه اي ان الستونز دي من مواد طبيعيه موجوده في اليورين. تمام. طيب النورمال ليفل بتاع اليوريك اسيد ايه في الميل؟ بيبقى من 3 ل 7 مللي جرام بير ديسيليتر. انا بتكلم ده البلاد ليفل. الفيميل من 2 ل 6 مللي جرام بير ديسيليتر. تمام. طيب يبقى هو طول ما اليوريك اسيد موجود في البلاد بالكونسنتريشن دي بالليفل دي واضح انه هينزل في اليورين والاقيه بالكميه المظبوطه وذات سات، ما عنديش اي مشاكل. امتى هتبتدي تزيد المشاكل؟ لما اليوريك اسيد يعلى كتير قوي في البلاد فينزل بكميات كبيره في اليورين، وبالتالي زي ما قلنا يحصل السوبر ساتوريشن ويبتدي يحصل له بيرسبتيشن ويكون الستونز. طيب اليوريك اسيد امتى يعلى في البلاد بكميات كبيره؟ دي الحاله اللي احنا بنسميها الهايبر يوريسيميا او الجوت اللي هو بالعربي النقرس. تمام. يبقى تاني ده تاني نوع من اليوريك اسيد. نتيجة ايه اللي يعلي اليوريك اسيد في البلد؟ هو الجوت او مرض النقرس او اللي احنا بنسميه الهايبر يوريسيميا. لما يعلى في البلد عن الليفلز المكتوبة قدامنا دي يبتدي ينزل بكميات كبيرة في اليورين ويكون لي اليوريك اسيد ستونز. طيب سبب الجوت، قسموا الاسباب بتاعت الجوت انتو تو كاتيجوريز. يا اما عندي under excretion of اليوريك اسيد، يعني ان اليوريك اسيد طالع بكميه او حاصل له ثنسز بطريقه نورمال، لكن الكيدني ما عندهاش القدره انها تعمل excretion ليه، وبالتالي كمعلي نسبه اليوريك اسيد في الدم او ما احنا بنسميه الهايبر يوريسيميا. طيب ايه اسباب الاندر excretion of اليوريك اسيد؟ يا اما عندي genetic defect او inherited defect في ال excretion functions بتاعت الكيدني، يعني الكيدني الشخص مولود بكيدني ملهاش القدرة على ال excretion بشكل normal، وبالتالي هي عندها defect في ال excretion of uric acid، وساعات يبقى عندها defect في ال excretion في حاجات تاني، فهو الشخص ده بيعاني في الكيدني as a whole. لكن السبب التاني هو ال excessive consumption of الايثانول. ليه؟ لان الايثانول اللي هو داخل في كل الالكحوليك، كل الكحوليات اللي الناس ممكن تشربها، بيقلل الاكسكريشن اوف اليوريك اسيد، وبالتالي السببين دول يعملوا ما نسمى الهايبر يوريسيميا، لان الجسم بيطلع كميه نورمال من اليوريك اسيد بس الكيدني مش قادره تتخلص منها، يا اما ديفكت في الكيدني يا اما اكسسيف كونسامشن اوف الايثانول. السبب التاني بقى في الجوت احنا اللي بنسميه اوفر برودكشن اوف اليوريك اسيد. في الحاله دي الكيدني شغاله كويس لكن الجسم بيعمل سنسز لليوريك اسيد بكميه اكبر من الاكسكريتوري فانكشن اوف الكيدني، اكبر من قدرتها على الاكسكريشن، ودول راحوا قسموهم انتوا حاجتين: برايمري يعني مشكله في البيورين ميتابوليزم نفسه، وسكندري مشكله تانية بعيده عن البيورينز لكنها مكتره البيورين سنس. هنفهم يعني primary زي ما قلنا، اول حاجة انه انا عندي genetic defective enzyme اسمه PRPP synthetase. ايه الانزيم ده؟ الانزيم ده هو الكي انزيم اللي مسؤول عن البيورين synthesis. طب ازاي انا بقول فيه genetic defect؟ بقول فيه genetic defect لان هو hyperactive، هو شغال بكميات كبيره، فعامل اوفر برودكشن لليوريك اسيد، مطلع كميات كبيره من اليوريك اسيد زي ما قلت لكم اكبر من قدره الكيدني على الاكسكريشن، وبالتالي عامل لي هايبر يوريسيميا او احنا اللي بنسميه الجوت. تمام. يعني البي ار بي بي سينثيتيز ده انزيم مسؤول عن البيورين سينثيسيس، لما بيبقى فيري اكتيف يعمل الهايبر يوريسيميا. السبب الثاني حاجه اسمها ليشنيهان سيندروم.
هي السندروم ده المفروض انه عدى عليكم السنة اللي فاتت، بس انا هحاول افكركم فيه وافهمه لكم باختصار. البيورين سنسز بيحصل له سنسز، او البيورين بيحصل له سنسز عن طريق حاجتين، يا اما حاجة عندها اسمها السلفيج باثوي تاخد جزء من البي ار بي بي، يا اما حاجة اسمها دي نوفو سنس. تمام. الليش نيهان سندروم هو عبارة عن انه عندي انزيم اسمه ال اتش جي بي ار تي، ده مسؤول عن السلفيج باثوي بتاع السنس. يبقى تاني انا عندي تو باثوي للسنسز اوف البيورين، يا اما حاجة اسمها دي نوفو يا اما حاجة اسمها السلفيج باثوي. السلفيج باثوي بيقف، طيب المفروض لما يقف يقلل كمية اليوريك اسيد، لكن اللي بيحصل انه لما بيقف كل البي ار بي بي بتروح في الدينوفو وتعمل الاوفر برودكشن اوف اليوريك اسيد، لانها كمان هي البي ار بي بي برضو يعني مش عارفة اكيد مش فاكرين السالفة، هي ستيمولاتوري فاكتور للبيورين سنسز. فانا لما بوقف السلفيج باثوي كأن الدينوفو بيشتغل بكميات اكتر، فبيحصل الاوفر برودكشن اوف اليوريك اسيد. يبقى البرايمري احنا ليه سميناه برايمري؟ لان هو مشكله في البيورين ميتابوليزم نفسه، وغالبا بتبقى جينيتك، يا اما البي ار بي بي سنسيتيز شغال بشكل اكتف، يا اما ليش نيهان سندروم انا وقفت السلفيج باثوي فالدينوفو اشتغل بكميات كبيره جدا. في الحالتين انا بعمل اوفر برودكشن لليوريك اسيد اكبر من قدره الكيدني على الاكسكريشن، او ان الكيدني مش قادره تعمل الاكسكريشن لكل اليوريك اسيد اللي طالع ده، فبيبتدي الشخص يحصل له الهايبريوريسيميا والجلط. ايه السكندري كوزز؟ السكندري كوزز انه يا اما انا باكل كميات كبيره من النيوكليك اسيد، يعني في بيورين كتيره داخله جسمي عن طريق الدايت، سبيشالي فكره الميت، وهو اكشولي مش الميت بس، لكن الميت واللانتلز اللي هو العدس، يعني في شويه دايت كده بتبقى مليانه في النيوكليك اسيد، وده الحاجه اللي يمكن معروفه بالدرجه انه اي واحد عنده نقرس اللي هو الجوت ده يقولوا له لازم تقلل من اكل اللحمه، which is انه معلومه مش غلط، بس هي الفكره مش بس اللحمه، هي موجودة في اللحمة في اللانتلز، موجودة في حاجات تانية، لازم تبقوا عارفين عشان تبقى فاهم احنا ليه بنقول للشخص ده يقلل من الاكلات دي، لانه زي ما بقول لكم هو بيعمل اوفر برودكشن، او بتبقى فيه كمية كبيرة من النيوكليك اسيد داخل جسمه، من البيورينز داخل جسمه اعلى من الاكسكريتوري فانكشن بتاعة الكدني. حاجة تانية انه السيلز عندي بتتكسر بكمية كبيرة، طب ايه علاقة السيلز؟ ما السيلز دي مليانة دي ان ايه، والدي ان ايه ده مليان بيورينز اللي هم الادينين والجوانين، وبالتالي لما السيل تتكسر بكميات كبيرة كل الدي ان ايه اللي جواها ده يطلع، وكل الدي ان ايه ده يتكسر والبيورينز دي تتاخد ويحصل لها كاتابوليزم وتتحول انتو اليوريك اسيد. طيب زي ايه فكرة ان انا عندي اكسسيف destruction للسيلز زي في المالجنانسي؟ مرض تاني بقى المفروض برضو عدى علينا حاجة اسمها فون جيركيز ديزيز، ده واحد من ضمن الجلايكوجين ستورج ديزيز برضو، انا يعني مش هنشرح تفاصيله، بس تبقوا عارفينه الجلايكوجين ده اللي هو المخزن بتاع الجلوكوز اللي كان موجود في الليفر والمصل. تمام. في عندي مرض مشهور اسمه فون جيركي ديزيز نتيجة الديفيشنسي في الجلوكوز 6 فوسفاتيز، ده انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، وبالتالي لما بينقص الانزيم ده بلفه طويله بقى عشان اشرح لكم ايه اللي يخليها تزود اليوريك اسيد، بس خليكم عارفينها دلوقتي لان المفروض خدتوها السنه اللي فاتت ان الفون جيركي ديزيز بيبقى الشخص عنده الهايبر يوريسيميا. يبقى تاني احنا بس نركز على الجوت، لانه اصلا عايزين نركز ان الجوت ده هو اللي عامل اليوريك اسيد ستونز. قلنا يا اما عندي مشكله في الكيدني فانا عندي اندر اكسكريشن لليوريك اسيد، يا اما عندي مشكله في الاوفر برودكشن. الاندر اكسكريشن تاني يا اما الكيدني مش شغاله كويس، يا اما الشخص ده بياخد الكحول كتير قوي. الاوفر برودكشن يا اما برايمري عندي انهيرتد ديفكتيف انزيمز من ضمن الانزيمات، يا اما البي ار بي بي يا اما الليش نيهان، يا اما سكندري حاجه ملهاش علاقه بالبيورين ميتابوليزم ولا بالبيورين سينسز لكن مكترالي كميه البيورين زي فكره الاكل
او الماليجنانسي او الفونجيرس ديزيز. ثالث نوع حاجة اسمها ستروفيت ستونز، وهي مش معروفة قوي باسم ستروفيت، لكن هو الحقيقة تمثل 15% من الأنواع الستونز. لو تفتكروا احنا قلنا الكالسيوم أكبر حاجة، والستروفيت شوية، وبعديها اليوريك أسيد، وهكذا. فالستروفيت ده برضو نوع من الهارد مينرال اللي تتكون في الكيدني أو تتعمل في الكيدني. ايه اللي بيكونها بقى؟ البكتيريا. ده نوع مختلف تماما، انه المينرال ده، الاستروفيت ده عبارة عن نوع من المينرال اللي بتعمله او بتكونه البكتيريا. نورمالي موجودة، نورمالي موجودة، بس بتطلع كميات بسيطة قوي. لكن بنقول لما بتزيد كمية بتبتدي يحصل لها الهاردنس والكريستاليزيشن، دي بتبتدي تعمل الاستونز. زي ما قلت لكم هو نوع مش معروف رغم انه يمثل 15% من الحالات. والغريبة انهم اكتشفوا ان هو اكتر في الوومن مور ذان المان. اخر نوع السيستين ستونز، واحنا برضو هنتكلم عنه عشان يعني عدى علينا. السيستين ده بيحصل، السيستين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوع من الامينو اسيد، تمام؟ فبتعمل حاجة اسمها سيستينيوريا، يعني كمية السيستين عالية قوي في اليورين، فعملت لي حاجة اسمها سيستينيوريا. طيب لما عليت قوي ابتدت تحصل لها بريسبتيشن وتترسب وكريستاليزيشن، ويحصل لها الهاردنس ده، فتبتدي تعمل الستونز، تمام؟ يبقى ايه اللي هيعمل السيستين ستونز؟ حالة بنسميها سيستينيوريا، يعني انكريز في الاماونت اوف السيستين في اليورين. واضح من المكتوب ان هي نتيجة انبورن ايرور. طيب هنراجع حتة برضو، ايه السيستينيوريا دي؟ ده ديفكت جيناتيك، ديفكت شخص بيتولد بيه او طفل بيتولد بيه، بيبقى عنده مشكلة في الترانسبورت بتاع البروتين، او مش في الترانسبورت، في الري ابزوربشن. يعني هو بيبقى عنده مشكلة في البروتين اللي مسؤول عن الري ابزوربشن. طبعا اكيد فاهمين يعني ري ابزوربشن، الحاجة بترجع من الكيدني للسيركوليشن. بس هو الحقيقة الديفكت في الري ابزوربشن في اربع انواع من الامينو اسيد: السيستين، الاورنيثين، والارجينين، واللايسين، تمام؟ عشان كده ادوها ساعات رمز الكول، عشان بس تفكروا يعني تفتكروها بيه: سيستين وارنيثين وارجينين ولايسين. الاربعه امينو اسيدز دول المفروض بيحصل لهم ري ابزوربشن في البروكسيمال تيبيولز، يعني يرجعوا تاني السيركيوليشن. اللي حصل انه حصل فيهم ديفكت في الري ابزوربشن، دول الاربع انواع دول او الاربع امينو اسيدز مبقوش يرجعوا السيركيوليشن، وبالتالي هم عمالين يعلو في اليورين. طب اشمعنى انا ايه شاورت على السيستين؟ لانه لما السيستين هو اكتر واحد انسوليبل، يعني الاورنيثين والارجينين واللايسين برضو هيعلو في اليورين، بس لانهم كومبليتلي سوليبل، لان هما السوليبلتي بتاعتهم عاليه جدا، وبالتالي حتى لو فضلولي في اليورين سهل قوي يدوبوا في الووتري ارياس بتاعت اليورين دي وينزلوا مع اليورين. مشكلتنا في السيستين ان هو نوت سوليبل قوي في اليورين، فهي المفروض الكيدني كانت ترجعه في السيركيوليشن، بس لانه حصل الديفكت في الري ابزوربشنز دول ابتدى يترسب في اليورين لانه مش دايب، وبالتالي يعمل رينال كالكولاي. وهنقول قصة ان هو خصوصا في الاسيدك بي اتش بتاعت اليورين، يعني الاسيديتي بتاعت البي اتش بتاعت اليورين بتزود البريسبتيشن ستار. يبقى ده مهم قوي نفهمها السيستينيوريا. يبقى تاني احنا قلنا ان احنا عندنا مشكلة في الري ابزوربشن بتاعت اربع امينو اسيد اللي سميناهم الكول. ده معناه ايه؟ ده معناه انه كل الامينو اسيدز دول اللي هم الاربعه دول هيزيدوا في اليورين، تمام؟ ليه الستونز اتعملت من السيستين؟ ليه الثلاثه التانيين ما اثروش في الموضوع او ما عملوليش ستونز؟ لان الاورنيثين واللايسين والارجينين دول فيري سوليبل، السوليبيليتي بتاعتهم عاليه جدا، فحتى لو هم متراكمين في اليورين بيدوبوا في شويه ميه وينزلوا مع اليورين. مشكلتنا في السيستين ان هو نوت سوليبل، فسهل قوي بريسبتيت، وسهل قوي يقعد في اليورين، وسهل قوي يبتدي يحصل له الهاردنس ويعمل الرينال كالكولاي، تمام؟ يبقى احنا قلنا الاربع انواع بتوع
الرينال كالكولاي، الكالسيوم واليوريك اسيد والاستروفيت والسيستين. دول طبعا اشهر انواع. وزي ما لو افكركم الجدول اللي قدامنا ده بيفكرني ان انا عندي كذا نوع كالسيوم اوكسالات وكالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونيت، يعني في كذا نوع، بس احنا بنتكلم كنوع الموست كومن. طيب الجدول اللي قدامنا ده بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك انه دي اشهر انواع للرينال ستونز، ودي شكلها تحت الميكروسكوب في اليورين. ودي حتة براكتيكال شوية او حتة عملية، يمكن مش كل الناس اللي تبقى انترستنج بيها، بس الناس اللي ممكن تبقى موجودة في معمل هتبتدي تشوف انه هما بياخدوا اليورين وبطريقة ما ياخدوا جزء كده ويشوفوه تحت الميكروسكوب، من شكل الكريستلز اللي موجودة في اليورين ممكن يبتدوا يحددوا نوع الستونز. تمام. طيب النوع اللي اكتر اللي عايزاكم تركزوا عليه هو ايه؟ الكالسيوم اوكسالات، لان زي ما قلت لكم الكالسيوم اوكسالات ده اشهر نوع ممكن يقابلنا في الرينال ستونز، وهو مشهور جدا بفكره الانفولب، ان هو شكله عامل زي الظرف كده. تمام. فبيبقى يعني الموست كومن شكل ممكن نشوفه في اليورين ده هو فكره الانفولب او الكالسيوم اوكسالات. يعني انا اعتقد ان ده النوع الوحيد اللي تبقوا عارفينه شكله تحت الميكروسكوب ايه، ان هو بيبقى شكل الانفولب. دي نفس الرسمه برضو بيكلاسيفاي، بس هو يعني برضو بيقول لك ايه، تاخد بالك انه اشهر انواع هي الكالسيوم اوكسالات، الانسيدنس شايفينها عاليه ازاي 3 بلس، شكلها تحت الميكروسكوب بتبقى انفولب راديو اوبيك. وخلي بالنا راديو اوبيك، لان انا في الاكس راي يا اما الستونز بتبان معتمه كده سودة، يا اما العكس تبان حاجه فراغ فتبقى ريديولوسنت. تمام. فاحنا عندنا ثلاث انواع اعتقد، راديو اوبيك والباقي ريديولوسنت. ف وبيقول لك بقى الريسك فاكتور فين بيجي. الحاجات دي هتاخدوها اكتر في المسالك والبطنه وهتقدروا تعملوا، بس انا عايزاكم تقروها او تعرفوا برضو شويه حاجات، ايه اني انواع بتبقى ريزي اوبيك واني انواع بتبقى ريزي ليوسنت، وفي نفس الوقت قصه ان الكالسيوم اوكسالات مشهور بفكره انه واخد شكل الانفولب دي مهمه قوي، لالا بس تيجي في كيس او حاجه زي كده، او على الاقل مهمه انكم تعرفوها كدكاتره يعني. طيب الكونديشنز الفيفورنج للكيدني ستونز، يعني عندي شويه حاجات تخلي الكيدني لايبل انها تعمل ستونز كتيره. تمام. طيب زي ايه؟ التشينج في البي اتش اوف اليورين. خلي بالنا انه مثلا عندي الالكلاين يورين ده بيزود الكالسيوم فوسفيت بريسبتيشن، فكل الكالسيوم ستونز خصوصا ما الكالسيوم اوكسالات والكلام ده كله، اول ما الالكالينيتي بتاعت اليورين او اول ما الاسيديتي بتاعت اليورين تعلى شويه او تقل ويبقى اليورين مايل للالكالينيتي، كل ده بيفيفور الكالسيوم فوسفيت. خلي بالنا ان احنا عدينا في السيستين قلنا ان هو بالبريسبتيت شويه في الاسيديتي، طب معنى كده ان الواحد يبقى اسيديك يورين ولا الكلاين يورين، هو يبقى في النورمال، يعني يبقى في البي اتش الصحيحه بتاعت اليورين اللي اتفقنا عليها هي تساوي 6 او 5.8. لكن لو زاد في الالكالينيتي هيبروموت الكالسيوم اوكسالات، ودايما بنتكلم على الكالسيوم تاني، لانه بقول 75% من الستونز اللي بتقابلنا هي بتبقى كالسيوم ستونز. disturbance في الفيتامينز، الفيتامين دي والسي والاي لو حصل لهم disturbance اي حاجه كل ده يبرسبتيت ان الكيدني تعمل ستون فورميشن. disturbance في الهرمونز زي الهايبر باراثايرويديزم، فاكرين الهايبر باراثايرويديزم قلنا ان هو واحد من اهم الهرمونات، الباراثايرويد هرمون اللي بيزود نسبه الكالسيوم في الدم، وبالتالي لما بيحصل اوفر برودكشن او يحصل هايبر كالسيميا هو ده اللي يبتدي يعمل الكالسيوم ستونز. زي ما خدنا الاكسسيف سكريشن لليوريك اسيد زي في الجوت، الاكسسيف سكريشن للسيستين تعمل لي سيستين ستونز. فاهمين؟ يعني دي عايز يقول لك دي الحالات اللي تاخد بالك منها، انه ممكن يكون عندك مثلا الكيدني شغله كويس، بس لو انت عندك جوت او لو عندك هايبر لوسيميا هتعمل ستونز. ممكن يبقى انت مش مركز قوي في الكيدني، لكن الغده بايظه عندك زي الباراثايرويد هرمون، فدي هتعملي برضو رينال ستونز. فانا عندي حالات
تفيفر الفورميشن بتاع الكيدني ستون. اليورينال ستاجنيشن، سوري ما كملناش. اليورينال ستاجنيشن يعني ايه ستاجنيشن؟ يعني الكيدني راكز او اليورين راكز كتير في الكيدني نتيجه الاوبستراكشن في اليورين فلو. ان لو اليورين فلو عندك او عند البيشنت مش نورمال، الاستاجنيشن دي انت مينرالز وكالسيوم وحاجات كده قاعده، فسهل قوي انها تبتدي تعمل الكالكولاي او تبتدي تعمل البرسبتيشن والهاردنس اللي اتفقنا عليه. اخر حاجه برضو فكره الفود انتيك، الاكلنا ياثر جدا في فكره ان الشخص ده لايبل انه يعمل حصاوي او ستونز في الكيدني ولا لا. عشان كده في بعض المعلومات اللي ممكن تكون مش بديهية بس لازم كدكاترة وكناس غير دكاترة يبقى عارفين. أول حاجة إنك بتدرينك البلانتي اوف ووتر. طيب ليه البلانتي اوف ووتر؟ لأنك بتقلل الكونسنتريشنز بتاعت كل المينرالز أو كل السبستنس اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني لما يبقى عندك الاكسسيف اماونت اوف، فالكونسنتريشن بتاع الكالسيوم وبتاع السيستين وبتاع اليوريك اسيد وبتاع وات ايفر ده يبقى قليل، فتبقى انت مش محمل على الكيدني انها تعمل يعني في الاكسكريتوري فانكشنز بتاعتها او انه يحصل الاستاجنيشن اللي قلنا عليها والكريستاليزيشن اللي اتفقنا عليه. الحاجه التانية لما بتعمل الووتر ده بيبروموت ان الكيدني تشتغل كويس. يعني كل ما تشرب ميه كل ما الكيدني تشتغل كويس وبالتالي يبقى الاكسكريتوري فانكشن بتاعتها بتتحسن. فاهم حاجه هو الدرينك بلنتي اوف ووتر، وهتلاقوا دكاتره المسالك من غير ما يفكر اي حاجه بتعاني منها املاح او ستونز او وات ايفر يقولك اشرب كميه ميه كتير. حاجه تانية انك توجيت الكالسيوم يو نيد. في ناس كتير بتعتقد ان كل ما تاخد فيتامين ومينرال كتيره جدا كل ما ده كان احسن، لكن في حاجات لما بتاخدها بطريقه زياده بتبقى حمل على الكيدني او بتعمل نوع من الهايبر كالسيمي. ريديوس الصوديوم، لان الصوديوم معروف ان هو بيسحب الميه، وبالتالي انت محتاج تزود الفلويديتي بتاعت اليورين او بتزود كميه الميه اللي في اليورين. ليميت الانيمال بروتين لانه برضو ده بيبرسبتيت لفكره السيستينيوريا مثلا او وات ايفر. اخر حاجه افويد الستون فورمينج فود زي اللي رجعنا قلنا انك تقلل اللحمه والعدس والطماطم والمانجا كل الحاجات دي اللي مليانه من الاوكسالات او مليانه من الكالسيوم او مليانه من يوريك اسيد او مليانه من بيورينز كلها بتبروموت لفكره الستونز. طبعا لما هتدخلوا في البطن هتعرفوا بقى التريتمنت ازاي والعلاج ازاي والحصوه هتعمل فيها ايه، بس زي ما بقول احنا بنتكلم من جهه البايوكيمستري. عشان كده احنا هننهي فكرة الدايت والكيدني ستونز في حاجة you have انك مثلا تاخد كمية كبيرة من المية، انك تاكل حاجة زي البروكلي والموز والجرين تي والكوفي لانها كلها حاجات مفهاش مينرالز او مفهاش المواد الضارة للكيدني، وتحت انت هتأفويد كل كميات اللي فيها اوكسالات كتيرة زي ما بقول لكم زي اللانتلز والميت والناتس. ناتس من الحاجات الحلوة والمفيدة بس لازم تتاخد بكمية قليلة، تشرب كمية كبيرة، تاخد بالك من الفيتامين دي والسي والاي. يعني كل الاختصار في المحاضرة بس صورة كده تفن او تخليها قدامك كدكتور. طيب thank you على استماعكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا. زي ما بقول لكم الموضوع ازرينا الكلكولاي ليه ابعاد في البطنه والجراحه كتير قوي، بس لازم تبقى فاهم كيميكالي او كبايوكيمستري امتى الكيدني هتبتدي تعمل ستونز. ثانك يو اجين.